دونك انا صراحه ما جيتش من الاول، جيت الفقره الاخيره وما عرفتش انا اكزاكتومون شنو كيتقال ديال الصح في وسط من المناظرات والهضره، ولكن انا غادي نقول واحد النصائح لاي حاجه كنعتقد انكم دايرينهم لاي واحد بغى يجيب بزاف الناس يشوفوا المحتوى ديالو اولا داكشي الفكره اللي كاين. انا كنقول بلي على حسب التجربه اللي درت وعلى حسب بزاف الحوايج تيستيشن في الانترنت، خاص ما يمكن دوز بينا مع الساعه 8 هذه القضيه، خاص ما يمكن دوز مواضيع كيقربوا كيهموا الناس اول حاجه تهمهم في الحياه اليوميه، خمسه نقدروا نجرهم عندنا مواضيع اكثر اهتماما، نخلقوا لهم واحد النوع اخر من الاهتمام. مثلا اغلبيه المواضيع اللي كتلقاو في الانترنت ولا كيهموا الناس اللي هما الفضائح وداك الشيء هما فيهم عنصر مهم اللي هو الفضول، كيكري لك واحد الفضول اللي قريب من الحياه اليوميه ديالك، شي لعيبه بسيطه واحد سبوطه شي صوم بسيط، دونك كيكري لك داك الفضول. ما الماتش اللي كيتلعب الا مشيتي شي فضول قريب الناس وحاولتي ديفلوبي واحد ليدي اكثر اهتمام، دونك كموضوع مهم. عاد باش ثاني حاجه هذاك الشيء كيكون على حساب التليفون كيفاش داير، هو كيفاش كيدوي مع الناس، اللغه اللي كيستعمل واش قريبه ليهم، واش كيستعمل الامثله قراب ليهم، واش كيعطي مثال الخبز ولا الجلبانه ولا كيعطي مثال بشي حوايج صعاب عليهم في التفكير. دونك هاد اللعيبات هادو ما عرفتش انا واش نتوما كديروا، كنظن كديروا الدليل هو انه غير هذاك هولوغرام اللي شفت هذاك الشيء اللي شفت عجبني صراحه، جاني حقيقي فهمتي، كتقول ما كتحسش بزاف الافكار باش تفهم. دونك قريب الناس الا مشيتو فهاد البيست انا كنظن غادي يكون انجاز كبير، وحاولتو ما امكن تمشيو عند انا اللي كنسميهم الشعب الحقيقي ديال البنادم، فهمتيني داك اللي كيكون ضارب اللعيبه تيني ديك البنادم هادوك المغاربه فهمتيني، هادوك هما اللي قدر يوصل عندهم هاد اللعيبه هذا راه تقول داك هو الماتش الزوين. انا في تجربتي فاش جيت فهم تلاقيت مع ناس راه ما عمرني كنت متخيل انه يكون فيها فهمتيني، واحد خطوط مخطط الحمى وكدا ضارب دوك الماكن ديال الذهب عرفتيهم دوك السناس الكبار ويد ليها قبل الحمى، قال لي واش تي دير اش فهم، قلت له الله يحفظك انا اللي سمح لي والله تاع، قال لي بلاتي بلاتي وعيط لك تصاحبو حموده اش يجي ويقول لي عرفتي هذا كنت انا وياه كنبيعو مطيش ياك، وسولني علاش مطيش طالعه في السوق، نقول لي انا باش نصبر صبر، ويمشي يجبد لي ديك الفيديو تحس على الصرف ويشرح لي قاعده العرض الطلب، وقال لي بلي راه كيتصدروا الفلوس باش يعمر الخنشه فاهم، والله دونك الا قدرتو تبدو بلغه الناس انا كنظن غادي تكون ناجحه، وغادي كري لهم ديك الحب ديال انهم يعرفوا بحال التظاهرات زعما ما عندها غير نصفق عليهم زعما بعث لكم الصحه والشكر. الله يبارك فيك.